بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول موضوع ثقافي كثر الكلام حوله في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض ومتوقف. وهذا الموضوع هو شورى الفقهاء أو شورى المراجع. في هذا الموضوع هنالك عدة بحوث. البحث الأول مقدمة، البحث الثاني المبررات الشرعية لهذه النظرية، البحث الثالث المبررات الموضوعية لهذه النظرية، البحث الرابع صيغة التنفيذ، البحث الخامس التجارب التاريخية. أما البحث الأول فهو عبارة عن مقدمة، وهذه المقدمة هي أن الأفكار والنظريات الجديدة أو ما يتخيل المجتمع أنها جديدة ربما لا تكون جديدة، ولكن يتخيل المجتمع أنها جديدة. هذه النظريات تواجه عادة بالرفض، أو على الأقل تقابل بالتحفظ. ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أحد أمور ثلاثة عادة. الأمر الأول اختلاف المواهب، الأمر الثاني اختلاف الأهواء، الأمر الثالث اختلاف الاستجابات النفسية والجسدية.
الأمر الأول اختلاف المواهب. مواهب البشر مختلفة، هنالك بشر ذكي وهنالك بشر أذكى وهنالك أفراد يعيشون مستوى متعارفا من الذكاء وهنالك أفراد فاقدون للذكاء. هنالك أفراد قريبو المدى، يعني ينظرون إلى ما بين أيديهم، وهنالك أفراد بعيدو المدى ينظرون إلى الآفاق البعيدة. في وصف ضرار لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان والله بعيد المدى. فلا يمكن أن يفهم أو من البعيد من المشكل أن يفهم بعض الأفراد المتفاوتين في الذكاء وفي القابليات، أن يفهم بعضهم البعض الآخر. ولذلك دائما الأفراد العباقرة غير مفهومين، المجتمع لا يفهمه. النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث مروي عنه حول أبي ذر: يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر يوم القيامة وحدك، لعل مضمون الحديث ذلك. تعيش وحدك، ربما يكون معنى هذا الحديث أو من معانيه أن الأفراد المتفوقين الرواد دائما يعيشون وحده، لأن هو يعيش في أفق بعيد، يتطلع إلى آفاق بعيدة، والمجتمع لا يفهم، مثل ما أن طفلكم لا يفهمكم، أو خادمكم إذا عندكم خادم لا يفهمكم، لأن أنتم لكم أفق آخر. الرواد المجتمع لا يفهمهم، يأتي وينذر ويحذر ويقول ولا يفهم. الآخرون ماذا يقول؟ هذا يقال له اختلاف المواهب. الوالد رحمه الله مرة ذهب إلى السيد الحكيم الذي كان المرجع الكبير في عهده. هذه الكلمات كانت قبل مجيء البعثيين إلى الحكم في المرة الثانية، وقال له: إن الأخبار تدل على أن البعثيين الآن يشتغلون بجد في القرى والأرياف والمدن. مثلا المدينة الفلانية، هذه المدينة فيها لعله قال 500,000 أو 1,000,000 واحد،
وفيها رجل دين فقط، هل يمكن لرجل دين أن يلبوا احتياجات نصف مليون أو مليون واحد؟ بينما البعثيون الآن انتشروا في المجتمع، يؤثرون في الشباب ويتحدثون معهم ويثيرونهم ضد الدين، وهذا يشكل خطأ. البعثيون يأتون مرة ثانية ويحطمون الدين والمتدينين. السيد الحكيم رحمة الله عليه قال: ماذا أفعل؟ الوالد قال له: الآن في النجف على ما أتذكر العدد 5000 طالب، قولوا أن 2000 يبقون في النجف و3000 ينتشرون في القرى والأرياف للتبليغ والمدن حتى يحفظوا الشباب ويحولوا دون مجيء البعثيين. فقال السيد الحكيم: ما يسمعون كلامي، أنا قلت لهم أو أقول لهم ولكنهم لا يقبلون كلامي. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول ولكن كلامه لا يسمع. لماذا؟ لأن الأفراد كثير منهم أو بعضهم لا يعي هذا الخطأ الذي دمر الجميع. هذا العامل الأول، اختلاف المواهب. بناء على ذلك الرواد الأوائل تكون لهم أفكار وتكون لهم نظريات، ولكن المجتمع لا يفهمها. أحد الغربيين يقول في أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إنه جاء في وقت لم يكن وقته، تعبير هكذا، لأن جاء في وقت المجتمع لا يفهمه. الإمام يقول: سلوني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأرض. فيقوم له أحد ويقول: كم شعر في لحيتي؟ هذا كانوا يتمكنون أن يسألوا الإمام عن المسائل الطبيعية، الفلكية، الطبية، الكونية، الاجتماعية، الاقتصادية، ولكن يقول: كم شعر في لحيتي؟ هذا من باب السخرية بالإمام صلوات الله عليه كما يبدو. هذا هو العامل الأول، اختلاف المواهب. العامل الثاني، اختلاف الأهواء. الأهواء مختلفة، ربما يفهم العامل الأول أن المجتمع لا يفهم، العامل الثاني ربما المجتمع يفهم ولكن الأهواء تحول دون القبول. في الآية الكريمة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وفي آية أخرى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شلون أنتم تعرفون ابنكم بعينه؟ كذلك كانوا يعرفون أن هذا نبي كما يعرفون أبناءهم. اليهود كانوا ينتظرون النبي، وكانوا يقولون للمشركين إنه يأتي نبي، بهذا النبي سوف نتغلب عليكم، ولكن كانوا يظنون أن النبي يكون من اليهود منهم. فعندما جاء من العرب رأوا أنه إذا آمنوا بهذا النبي
تصورهم يعني يفقدون امتيازاتهم، أموالهم، مناصبهم، مواقعهم، فكفر. يعني كثير من الأفراد يعرفون ويفهمون، ولكن الأهواء تحول دون القبول. من الأشياء التي يذكرها علماء الاجتماع أن جميع الاختراعات الجديدة أو كثير منها كان لها معارضون. يعني السيارة عندما صنعت اخترعت جماعة عارضوها، منهم المكارية. يعني السيارة إذا اجت المكارية ماذا يفعلون بدوابها؟ تتعطل دوابها. المصابيح الكهربائية، الكهرباء كان لها معارضون، منهم أصحاب النفط. لأن إذا الكهرباء إجت النفط شنو يصير؟ ينتهي. مثل هذا النفط اللي كان هنا باب المحلة، عندما الغاز إجا بالبيوت بعد شغله تعطل أو شبه تعطل. فبناء على ذلك جميع المكتشفات أو كثير منها كان لها معارضون. الأفكار الجديدة أيضا كذلك، أو ما يراها المجتمع أنها جديدة، جماعة يرون أن مصالحهم تختل فيقاومون. هذا العامل الثاني، اختلاف الأهواء. العامل الثالث، اختلاف الاستجابات الجسدية والنفسية. الاستجابات الجسدية مختلفة ولو كان الواقع الخارجي واحدا. المثال الذي يمثلون لذلك، والوالد رحمه الله أشار إلى هذه المطالب في الفقه أيضا، أنه أنتوا ضعوا ثلاثة أواني من الماء، واحد ماء بارد، واحد ماي حار، واحد ماي فاتر معتدل. اثنان ألف وباء، ألف يخلي يده في الماء البارد وباء يخلي يده في الماء الحار. بعدين يرفعون يدهم ويضعون يدهم في الماء الفاتر. ألف اللي يده كانت في الماء البارد اسألوه هذا الماء كيف؟ يقول حار. باء اللي يده كانت في الماء الحار اسألوه كيف هذا الماء؟ يقول بارد. الماء الفاتر عند من كانت يده في الماء البارد حار، وعند من كانت يده في الماء الحار بارد. الاستجابات النفسية مختلفة، الجسدية البدنية. الاستجابات الروحية والنفسية أيضا مختلفة على أثر عوامل، عوامل الوراثة، عوامل التربية، عوامل التجارب التاريخية. مثلا واحد يخاف من الميت، واحد ما يخاف من الميت، مع أن الميت عندما كان حيا ما كان يخوف، فكيف بعد أن مات؟ يعني هذا الجماد، هذا مثل الجدار، ليش واحد يخاف منه؟ أو الأفراد يخافون من الظلمة مثلا لقضايا، هذه القضايا شكلت نوعية تعاملهم مع هذه الظاهرة. الاستجابات الجسدية والنفسية مختلفة. هذه ثلاثة عوامل في رفض المجتمع عادة لجميع الأفكار الجديدة أو لكثير منها. الوالد عندما جاء إلى الكويت، الشباب كثير منهم كانوا بعيدين عن الدين وعن الإيمان، وكيف نجذب هؤلاء الشباب؟ الوالد كان رأيه أنه الشيء يحتاج إلى بديل. إحنا ما يمكن أن نمنع الشباب، يجب أن
نمنعهم بالبديل. مثلا من جملة الأشياء، السينماءات كانت رائجة في الكويت والشباب كانوا يذهبون إليها، فالوالد قال لجماعة إحنا عندما نقول للشباب لا تذهبوا إلى السينماءات لنصنع لهم بديلا دينيا. ففي المكتبة اللي إلى الآن موجودة، الشباب بأمر الوالد جاءوا بأفلام علمية ودينية وثقافية وتاريخية، وقبل عرض الفيلم كانوا يقرون دعاء الكميل، بعدين في ليلة الجمعة كانوا يعرضون الفيلم ثقافي ديني، حتى الشاب يشوف ماكو داعي يروح على السينما، يجي هنا هذا مثل ذاك، لكن ما في محرمات. فجماعة قاموا ضد هذا العمل ونشروا في طول الكويت وعرضها أن السيد افتتح سينما. هذا الكلام للعوام جدا، المهم مثير. وحرب شعواء قامت ضد هذا الشيء، مع أنه الآن نفس الذين كانوا يحاربون هذه الأشياء كثير منهم فعلوا أشياء الآن أكثر من هذا. الظواهر الجديدة عادة تحارب من قبل المجتمع لأحد هذه العوامل الثلاثة. عندما الوالد جاء إلى الكويت قال أنه النساء المؤمنات يجب أن يشتركن في صلاة الجماعة حتى يجون هنا يتعلمون المسائل الشرعية الأحكام، مثلا لا ينحرفون يتعلمون الحجاب. جماعة قاموا ضد هذا العمل، صنعوا برد. الآن لعله المسجد الأول في الكويت كان الذي يشترك فيه المؤمنات، لعله الآن أغلب مساجد الكويت فيها جانبان، جانب للمؤمنين وجانب للمؤمنات. يعني هذه حالة عامة. هذا كمدخل لكي نفهم أن الذين يحاربون هذه الفكرة لماذا يحاربونها، ولماذا يحاربون الأفكار المماثلة. إن شاء الله في الحديث القادم نتحدث حول 4 نقاط. النقطة الأولى المبررات الشرعية لهذه الفكرة، النقطة الثانية المبررات الموضوعية لهذه الفكرة، النقطة الثالثة صيغة التنفيذ، النقطة الرابعة التجارب التاريخية. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.